بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. عظيم رائع كيف بيستخدم الالم العلاجي حتى ابحث على النقطه الصحيحه واقوم بتفتيته حتى يروح الوجع. هي نقطه قلنا الوجع الراس، هي النقطه موجوده هون صح؟ هيدي وقتها هون ونقطه هون. قبل ما تستعمل الالم يجب ان تنظر باي اصبع بدي استعمل. في عندي اصبعين يلو، هلا اذا هي راسها بيوجعها انا بعرف هيدا الاصبع هيدا محمر اكثر محتقن اكثر، سو في عندها اصبعين، في عندها هيدا الاصبع ممكن استعمله بس هيدا بستعمله اكثر لانه محتقن وظاهر عليه. اولا يجب ان استعمل الخاتم. ما هو الخاتم؟ الخاتم هو معدن او بلاستيك معمول من معدن معين مبروم بشكل حلزوني يمسك كل النقاط الموجودة بأصبعك، بحطه بنقطة بار وبتدخله بهيدا الشكل. سو أنا بدي أحرك الدم، هيدي هي الطريقة. سو أنا هلا عرفت النقطة، ليش بدي أعمل؟ بدي أنا بعملها هيك من فوق، لاحظ هون، ليك شو الإيه؟ عم تحس عليها في شيء تحت القلم عم يرقص. إيه بس ما تشد كثير. هلا كمان بنعمل نفس الحركة. ليك في عندك. حط القلم هيك 5 ثواني. 1، 2، 3، 4، 5. عظيم. وبعدين 5 ثواني 5 حركات بعكس عقارب الساعة. يرو. بس تكمشها، يجب ان تتحسس وتجدها وثم تضغط عليها، مش اي نقطة بتضغط عليها ويلا حرك الالم. خلص هوني هيدا هوني هيدا لازم تكمل. خلص شكرا لوقتكم، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.